معنا اتصال الأخ جاسم من منطقة الأحساء، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. رضي الله عنكم وأرضاكم. سؤالان، الأول ارفع سؤالك سم. عندي سؤالين. الأول توفى لي أخ قبل 20 عام في حادث سيارة، هو يملكها ويسوقها، وتوفى معه شخص آخر، فهل عليه شيء؟ شكرا يا جاسم، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. توفي أخوهم قبل 20. السؤال الأول قضية أنه توفي معه شخص، توفي الجميع هو والشخص، هذه قضية ترفع إلى القضاء. نعم. وإلى المحكمة الشرعية لتنظر في أسباب الحادث ومجرياته وهي تحكم في ذلك.